بن صالح وتي الاحترافية راح تخلي المدرب يعول عليها في هذا اللقاء. لكن العطوي ممتاز في تحرك على اللاعبين مليح، حاولت احتلال المناطق الحساسة على أرضية الميدان. مفتاح يرجع الكرة للوراء، حاولت خلق فرص. لا صعيبة مش مليحة هذه، لعبة مش مليحة. وبن صالح خطير، بن صالح خطير، وهدف خطير بن صالح. غلطة من بالعطوي وهدف غير منتظر، غلطة من بالعطوي وهكذا التجربة تاع بن صالح. ما تركتش المجال لبالعطوي يضيع هكذا كرة ممتازة. نشوف الإعادة، بن صالح في الدقيقة الرابعة، بن صالح في الدقيقة الرابعة يخادع الدفاع بعد غلطة فادحة من بالعطوي. ايش رايك مرزوقي؟ ونشوف الإعادة من جديد الحبيب. حقيقة طبعا اللقطة كانت واضحة، حاول اللاعب عمر بالعطوي باش يراوغ لكن لم يوفقه. معليش، المهم الفريق الوطني لازم باش تكون هذا الغلطة حافز إضافي بالنسبة إليه حتى لا يرتكب أخطاء أخرى، لأن الوقت مازال أمامنا والنتيجة لصالح الفريق الإيفواري. وهذا الحارس كوناتي لوسيمي حارس نادي أسيك أبيجان.